شددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي على أهمية استمرار جهود الحوار والتواصل مع المكونات الجنوبية التي لم تشارك في اللقاء التشاوري الجنوبي، مؤكدة حرص قيادة المجلس على ترسيخ مبدأ الحوار كقيمة حضارية للوصول إلى شراكة وطنية حقيقية بطرق ديمقراطية قائمة على قاعدة الجنوب لكل أبنائه وبكل أبنائه. جاء ذلك في اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس المجلس اللواء عيدروس الزبيدي للوقوف أمام التغيير الختامي لفريق الحوار الوطني الداخلي، حيث جددت هيئة الرئاسة إشادتها بالنتائج التي حققها فريق الحوار الوطني في الداخل والخارج والجهود الدؤوبة التي بذلها الفريقان في مسار تعزيز الاصطفاف الوطني الجنوبي وتجديد روح الشراكة الوطنية وبلورة رؤية جنوبية موحدة استعدادا للاستحقاقات القادمة. وفي سياق منفصل، وقفت الهيئة أمام جدول أعمال الدورة 6 للجمعية الوطنية المزمع انعقادها يومي 21 مايو في مدينة المكلا، والمواضيع والقضايا التي ستتم مناقشتها فيها.